الله عليكم باليتامى، الله عليكم بيتامى الأم. أنه صدقوني اليتيم الأب هو الذي يكسر له ظهر، أما يتيم الأم هو الذي يكسر له ألف خاطر على الداخل. فالله عليكم باليتيم الأم، أكرموهم، أجبروا بخواطرهم لأن الخاطر صعب عليهم. قولوا لهم الكلمة الطيبة، قولوا لهم الكلمة التي تطيب بخاطرهم، لأن فقدان الأم شيء عظيم، حنان الأم حنان صادق جدا. وكذلك اليوم رسالتي لمن يشاهدني، أكرم أمك، أكرم هذه الجنة التي تحت رجليك، أكرمها، أكرم هذه الرجلين، قبلها مثل ما كان يفعل سلف هذه الأمة ويقول الجنة تحت أقدامك يا أماه. فأكرموا جنتكم في الدنيا تكرمكم في الآخرة، فاسترضيوا والديكم في هذا اليوم المبارك.